خلال تواصله المباشر مع المواطنين، تعهد المترشح عن الدائرة الانتخابية أبو عرقوب بن خلاد عبد الجليل الهاني بحل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالجهة. اليوم الفلاحين الصغار تعبين من ناحية توفر المواد الأدوية، من ناحية توفر الأسواق الترويج اللي هي مشكلة كبيرة. اللي اليوم في بن خلاد مثلا، بين بن خلاد وزاوية جديدة ثم سوق أسبوع، ثم سوق للجملة يحبوا يحثوها، تتعطل لإشكاليات إدارية. في بو عرقوب عندنا إشكال كبير آخر هو مشكلة مياه الري. اليوم شبكة الري العمومية تدهورت، وثم برنامج يقولوا لي ثم برنامج لإصلاح شبكة مياه الري. البرنامج هذا متعطل زاد لأسباب إدارية وإشكاليات تعرفوها في بو عرقوب. احنا وزارة الصحة جات خذات أرض هاي مقابلتنا لهنا على زوج هكتارات، زوج هكتارات و600 بنولنا فيهم مركز وسيط معناها شبيه بمستوصف، ما يتعداش معناها، لا يفي بالغرض الخدمات في بو عرقوب. اليوم احنا قريب 40,000 مواطن مع الناشي استعجالي. كما تعهد المترشح بالعمل على سن قانون يفرض على الدولة توفير موطن شغل لفرد من كل عائلة والقضاء على التشغيل الهش. خلال لقائه مع المواطنين، تعهد المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة بو عرقوب بن خلاد البشير عون الله بالعمل على تقريب الخدمات من المواطنين من خلال الدفع نحو إحداث إدارات عمومية تفتقرها الجهة. جملة من القضايا وجملة من المشاغل تشغل بال المواطنين. أولا القطاع الفلاحي كأولوية مطلقة بجميع منظوماته، من الأعلاف للأراضي الدولية لحجم المديونية، باش نهضوا بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاع سيادي. كذلك الجانب البيئي اللي عانيوا منه لابد باش يحظى بالأولوية على الأقل في خياراتنا وفي معناه برنامجنا الانتخابي. بالنسبة للشباب، اليوم هناك أراضي دولية فلاحية مهملة، هناك باعثين شبان، مجلة الاستثمارات الفلاحية حالة دون تحقيق الشباب للأمال نتاعو والطموحات نتاعو. هذه من الأهداف نتاعنا الأولى اللي الحقيقة مش نخدموا عليها. عندنا عديد القضايا الأخرى اللي ممكن معناها تكون على مستوى البنية التحتية، من طرقات، من مستوصفات، من دور الثقافة والشباب. كما وعد المترشح بتسوية الأوضاع العقارية بالجهة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالهياكل والمجامع المهنية.